دلوقتي في 200 صغيرين اقول لهم لا على نفسي، اقول لك تسال على الجدي يا ابن الغراب ده اللي دور، قال تعيش في العلانيه حواليك شمع منور، قال له كنا قاعدين احنا في ظلام لما جينا الاقصر الشمع منور. بركه والتقينا بناس طيبه من اهل الاقصر، ناس احترام وناس بركه وناس كرم، واهل الصعيد كلهم ناس كرم وجميلهم ده على دماغنا من فوق كلهم من اصغرهم لكبيرهم، وناس محترمه كلهم، ونشكر الاستاذ علام اللي هو اللي وصلنا بيها، راجل محترم ومن بيت محترم ومن بيت اصل وشجره طيبه. بس احنا محافظه بني سويف بس مركز الفشل، هي ضاعت يوم اول جمعه في رمضان، كان يوم الجمعه قبل ما تبدا الجمعه حوالي بنص ساعه، اختها الكبيره اسمها فاطمه كانت محمياه واللي مسافر سال لونه برتقالي عامله لها في الكوتين كده حم، جت حوالي قبل العصر بنص ساعه كده قالت يا مايا رضا، قالت انا اروح عند امي مشتاقياها، دورنا عليها قعدنا يجي 5 سنين ندور عليها وما لقيناهاش، من نروح اللي يقول في اسيوط اللي يقول في اسكندريه اللي يقول في مصر، نروح ندور ما لقيناهاش، وهي من حظها الحلو انها طيبه ومحترمه ربنا كرمها فقدناها في شهر كريم ولقيناها والتقينا عليها يوم مولد الحبيب سيدنا النبي. واللي يحب حضرة النبي يسمعني الصلاة عليه بحس عالي. صلى على النبي.